ايه اللي مستنيك وايه اللي في كل حاجة يا برج الثور؟ خلينا نشوفه مع بعض. هنقول مع بعض بداية، عندك فكرة جامدة جدا بتفكر فيها، قد تكون شغل جديد او حاجة عايز تبدأها بعد العيد ان شاء الله، وبتفكر فيها كويس قوي وعمال تلف الفكرة في دماغك. عارف ان هي فكرة ناجحة وعارف ان هي هتكون مربحة، ولكن انت عندك تخوف من المجهول او تخوف من انك تاخد الخطوة وتبدأ بالمشروع او الفكرة بتاعتك. ما تقلقش خالص، ان شاء الله ربنا هيظبط لك رزق كويس جدا. ما كانش الفكرة دي هتبقى افكار تانية، افكارك كتير جدا يا برج الثور، وفعلا كلها افكار جميلة. خلينا نقول كمان، بالنسبة للي قالوا لي قولي لنا حلول، انا مش فاهمة يعني ايه قولي لنا حلول. يا ريت لو حد يعرف يقول لي، يعني انا بقول القراءة وبعدين بتقولي طب ما انت كده قلت القراءة وما قلتيش حل، انا مش عارفة يعني ايه حل. خلينا نقول مع بعض. بصوا بقى، بالنسبة للحبيب اللي بعد او هجر او في خلاف، في ازمة يعني، فالمفروض ان المشكلة ديت مسببة لك ارق جامد، ومسببة لك ليه هو سابك وليه بعد وليه سابك ومشي. فانت عمال بتفكر، هو ما بيفكرش زي تفكيرك وما بيفكرش بنفس القدر، ومش شايل هم الدنيا كده قوي، ومش الدنيا متقدرة عنده كده قوي. هو قاعد ولا على باله، رايق جدا، بيفكر فيك بين وقت والتاني، ولكن مش بالقسرة اللي انت بتفكر فيه بيها. في ليكم رجوع، في ليكم رجوع بعد فترة. تقدر ان انت تستعجل الامور وتبدأ انت بالصلح، او تبدأ انت بالاتجاه ليه. ما تقدرش خلاص يعني، ممكن تستنى. في رحيل للهموم والغموم والتعب والأمراض والمشاكل الصحية. اتعرضت للغدر، اتعرضت للخيانة، ايوه. اتألمت كتير من ناس المفروض ان هم اقرب ناس ليك، حسيت بالألم وحسيت بالعذاب جامد. بس خلاص، احب اقولك ان خلاص يا برج الثور، الوقت ده عدى وفات، وفترة قريبة جدا يمكن ما تتعداش الاسبوع هتلاحظ ان هما بعدهم، وكل اللي اذاك في حاجة ربنا ردها له. الكارما هتاخد لك حقك، هتجيب لك حقك واكتر، وانت قاعد بتتفرج مكانك، مش هتروح ولا تعمل اي حاجة. هيكون في بعد ليهم عنك خالص، وكل يعني كل خباياهم وكل مشاكلهم وكل التعب اللي بيجي من وراهم هيبعد هو كمان معاهم في فترة قريبة جدا. أعادك أو انتظارك للفرج مش هيطول، لأن الفرج خلاص بقى قريب. سواء فرج عاطفي أو فرج مادي أو فرج عملي أو علمي، كل ده هيتظبط بعد العيد إن شاء الله. أول أسبوع من شهر 6 هيكون أسبوع حافل، هيكون في حاجات كتيرة كويسة جدا. ممكن لحد نص 6 هتكون الأوضاع كويسة جدا، هيكون في انصلاح لأحوال حاجات كتيرة قوي. معلش أسفل القطع، بس كان حصل دوشة جامدة فكنت قمت أشوفها. فتمام، خلينا نرجع تاني ونكمل بقية قراءتنا. قراءتنا بتقول إن الشريكين أو الشخصين اللي أنت محتار فيهم ومش عارف أنهي منهم الخير وأنهي منهم الشر، أو العلاقتين اللي أنت فيهم وانتش عارف تكمل في أنهي ولا تسيب أنهي، الموضوع ده صعب جدا. حاسس بالحيرة، حاسس بالقلق والتوتر، ما انتش عارف تعمل ايه يا برج الثور. واقف بينهم محتار، استنى وكل بس يعني اقل من 2 3 يوم وكل واحد هيبان على حقيقته، وهتعرف اختيارك يبقى في اي اتجاه. ما تقلقش، الاختيار مش هيكون من جهتك، الاختيار هما اللي هيديهولك،
هما اللي هيوضحوا لك الامر، هما اللي هيبعتوا لك الاشاره تكمل في انهي علاقه وانهي تنهيها. في انكشاف لامر مهم جدا كان غايب عنك بقاله فتره، في حاجه كانت قلقاك قوي ومقرقاك جدا وما انتش عارف هي فين، ممكن حاجه ضايعه منك، تمام، ممكن حد عامل فيك حاجه او انت تعرضت لاذى ومش عارف مين الشخص اللي اذاك. فالامور دي كلها هتوضح لك وهتظهر لك على حقيقتها، وهتشوف يعني، بص ربنا هيديك شيء من الشفافية ازاي ده، فهتعرف حاجات كتير قوي 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 كانت غايبة عنك، حاجات كتير قوي هتنكشف لك. خلينا نقول ان في بعض من برج الثور الايام دي بيمروا بظروف مادية صعبة وبيحاولوا ان هم يقلصوا المصروفات بتاعتهم علشان يقدروا يعدوا من الازمة دي بسلام. ان شاء الله في انفراجة وفي دخل هيكون موجود وهيكون في رزق هيوسع عليكم شوية. الوقفة هتفضل زي ما هي، الحيرة في المصروفات عندنا كلنا وهتفضل زي ما هي، ولكن اللي ربنا بقى هيبعت له الفرج وهيبعت له الرزق مش هيبقى محتار الحيرة ديت ومش هيقف نفس الوقفة، هتنفرج شوية، هيكون في تحسن في الأمور المادية، ما تقلقش خالص 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 يا برج الثور، إن شاء الله ربنا هيبعت لك فرج كبير جدا وخير كتير جدا. في عندك أفراح وإتمام لعلاقات زواج أو علاقات خطبة، كمان في صلح ورجوع لبيت الزوجية بالنسبة للمتخاصمين والمبتعدين عن بيوتهم. في علاقة مثمرة جدا هتتم وهيكون ليها ثمار طيبة جدا هتعشش على البيت وهتنور البيت. في هدية أو عطية حد هيديها لك وهتكون سعيد بيها جدا. في أغلب الأحيان هتحس بالسعادة والسرور لما تكون من أهل بيتك، هتحس بيها أكتر، فإن شاء الله أيامك اللي جاية تكون كلها سعادة وهنا وفرح وأرزاق. وهحاول إن أنا أقلل تاني في الدعاء علشان محدش يتضايق. بالنسبة لحبايبي وحبيباتي المتباعدين أو المتخاصمين أو المطلقين أو المنفصلين، فحب أقول لهم إن شاء الله في رجوع وفي بناء وفي إثمار بثمرة طيبة للزواج أو الارتباط ده. كمان في حياة حلوة هتعيشوها سوا، تكوين أسرة سعيدة إن شاء الله، بعد للهموم والتعب والمشاكل، وكل شوية اللي حابة مشاكل حابة مشاكل دي هتروح لحالها، ما عندوش خلاص هتشوفوها. أيامكم اللي جاية كلها سعادة بالمجمل بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. بالنسبة لحبايبي وحبيباتي العزاب والمتأخرين في الزواج، فإن شاء الله في انصلاح للحال، في رضا من طرف الأهل عن الزوج أو الزوجة اللي هيدخلوا العيلة، هم كانوا رافضين الفكرة دي بالنسبة لمتأخرين الزواج فهيقبلوا. بالنسبة للعزاب، في حد بيراقبك كويس قوي وعدت عليك حركاتك وسكناتك، بيحبك جدا وهياخد خطوة قريب جدا في انه يظهر في حياتك. كمان في تحقيق لأهدافك، يعني لو في شخص معين انت معجب بيه او بتكراش عليه او بتحبه، العلاقة هتاخد منحنى تاني وتبدأوا في لقاءات وتبدأوا في معرفة وطيدة بينكم وبين بعض. انصلاح للحال عموما ان شاء الله للعزاب والمتأخرين في الزواج. كده احنا قلنا القراءة بتاعتنا من مختلف الاتجاهات، بحاول ان انا اخليها مختصرة جدا. بالنسبة للأمور المادية، ففي تحسن في الأمور المادية بعد العيد زي ما احنا قلنا، في نجاحات، في أخبار كويسة، في مباركة، في نجاح وفي ترقية، في حاجات حلوة كتير هتكون من نصيبكم يا برج الثور، في صلح مع الأهل اللي كان في مشاكل، في انطلاق ليك وفي تحرر وفي خروج عن المألوف وحركة وصحة وحاجات كتيرة كويسة جدا هتكون في حياتك في الأيام اللي جاية يا برج الثور. بتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير وعلى خير، بتمنى ان انتوا ما تنسونيش باللايك و تدعموني بالاشتراك في القناة، بحبكم جدا في الله، بتمنى ان انتوا دايما تكونوا معايا، انتظروا منه فيديوهات جديدة و...